بسم الله، نحن الآن مع التدريب الرابع عشر. دير داس دي أين أين أين. فلدينا الأرتيكل الأدوات، ودير للماسكولين، أو أنتقل إلى هنا. فلدينا الماسكولين النويترال الفيمينين أون بلورال، المذكر المحايد المؤنث والجمع. طبعا هذه الأربع تنقسم كمان إلى نوميناتيف أكوزاتيف أونداتيف. فالفاعل، يعني أنا لا أحب أن أترجم هكذا حرفيا لأن الشروط يعني مختلفة نوعا ما. فنوميناتيف الذي قام بالفعل مثلا، نقول هكذا. أكوزاتيف الذي أجري عليه الفعل، والداتيف شبه الاسم المجرور مثلا. يعني الداتيف يكون حسب بعض الحروف الجر، وكذلك بسبب بعض الأفعال، بسبب بعض الأفعال وبعض الحروف الجر. فلدينا مثلا في المحايد أين من. طبعا هنا الكل الذي حسب ما وصل إلى المستوى يأخذ ما يحتاج. فالذي ما زال لسه في الآينت مثلا يحتاج فقط إلى النوميناتيف والأكوزاتيف. الداتيف يأتي في الكتاب الثاني تقريبا، وحتى يعني جزء ليس كاملا. فأين من عندما يكون ماسكولين نستخدم الأين في النوميناتيف، أين هاوس في المحايد يبقى كما هو أو مثل الماسكولين، und feminin eine Frau فنضيف إيه، امرأة. هاوس بيت، من رجل. والبلورال مثل أوتوس لا يأخذ شيء، لأن أصلا الأين لديه معنى الواحد يعني. فالبلورال ينفي هذه المعنى أو هذا المعنى. الآن الأكوزاتيف أينا كافين. فالذي يتغير في الأكوزاتيف فقط الماسكولين، ونضيف له اي ان، اما الباقي كما هو. فاين بروتشن محايد، اين بانانا موزه واحده في الفيمينين، und كاتوفن لا ياخذ اداه. فالشيء الوحيد اينن كافي. طبعا لا ننسى ان في الاين مان مثلا اين مان شبيلت، رجل ما يلعب. اما هنا ايش ترينك einen Kaffee، أنا أشرب قهوة. فالاسم الثاني هو الأكوزاتيف يأخذ الأينن. الآن الداتيف الذي قلنا لو أتى مثلا حرف جر، mit einem Freund مثلا، المت يأخذ الداتيف mit einem Freund فنضيف إم. طبعا بما ان النوترال صديق الماسكولين فيجري محله او يجري يعني نفس الحكم، اينم اوتو، مت اينم اوتو مع سياره. هنا اينر فريندن، يعني كاننا اضفنا الايه من المذكر، اينر فريندن، مت اينر فريندن مع صديقه. فريندن البلورال في الداتيف كما يعني علمنا الأستاذ عبد الله في التدريب السابق، نضيف له ان، فريندن، ميت فريندن مثلا. فهنا أعطاني مثال أيضا، möchten Sie eine Banane، هي قتيبة eine Banane، نوميناتيف ولا أكوزاتيف ولا داتيف؟ أكوزاتيف. تمام، أكوزاتيف. محايد ولا مذكر ولا مؤنث ولا جمع؟ صراحة نسيت الأداة تبعت دي بنانة. فيمينين. فيمينين، تعرفونها من هنا من الأين في الإيه، فيصبح يا فيمينين. يعني نحن نستطيع نعكس حتى المعادلة.
يعني حتى في الرياضيات، الذي يحب الرياضيات أعشقها، لو وجدت واحدة تعرف الأخرى، فمثلا دي بانانا فتعرف أنها أين بانانا، لو تعرف أين بانانا بسبب الإيه فيكون دي بانانا في الأداء المعرفة، وهي أصلا الوحيدة التي موجودة في القاعدة، يعني أين هي الوحيدة ما عدا في النوميناتيف، لكن هي كما هي في نفس المكان. أوكي، الآن لو أحد لديه سؤال ممكن يسأل الآن في العين. Keine Frage. Super. Jetzt gehen wir zum der, die, das, المعرف. فيقول دي بانانا ist lecker. طبعا بانانا مؤنث. الآن نفس الجدول. Der Mann, das Haus, die Frau, die Autos. فالأدوات زي ما هي. بعدين الأكوزاتيف. نفس الموضوع، الوحيد الذي يتغير هو المذكر، فدين كافيه. فميزة الأكوزاتيف الأن، وميزة الداتيف الأم، فدين كافيه والباقي لا يتغير. Das Brötchen يبقى كما هو، دي بانانا يبقى كما هو، دي كاتوفن يبقى كما هو. الآن ميزة الداتيف قلنا الأم، فديم فريند مثل أينم فريند، ديم أوتو مثل أينم أوتو، دير فريندين. نلاحظ أينر، فمن المذكر الدير، دير فريندين. وبعدين دين فريندن نضيف له إي إن بسبب الجمع، والإن لأنها داتيف في الاسم فريندن. طيب هنا يعطينا أيضا مثال، أو يعني زايت الذي قلت لكم في الدرس الماضي. أين زايت، زواي زايت، دراي زايت، لا يمكن، لا نستطيع أن نقول يعني وقت واحد، وقت اثنين، وقت ثلاثة. فيقول ich habe Zeit، يعني لا نستخدم الأدوات النكرة، أما المعرفة ممكن نستخدمها مثل دي زايت است كوستبار، الوقت ثمين. هنا يقول كاين أتيكل، يعني بدون أداة، زخن، أشياء دي ما نشت سيلن كان، التي لا نستطيع أن نعدها، zum Beispiel زايت، الوقت، لست، الرغبة، جيلت، النقود، جلوك، الحظ، هونجر، الجوع. haben keinen Artikel، ليس لديهم أداة. auch ohne Artikel، الأشياء التي بدون أداة، ich bin beruf، مثلا ich bin، أعطوني مثال، ich bin Pilotin von Beruf، فأنا نقول ich bin eine Pilotin von Beruf. فهذه القاعدة أو الفورمل، أن فاعل ich bin وبعدين الوظيفة، لا يحتاج إلى أداة. أي سؤال إلى هنا؟ أستاذ محمد، ما تستخدم مثلا داس جلد، مثلا دي زايت، ما تستخدم الأداة يعني بالأمثلة تمام. معينة نستخدمهاش، بس ما بيكون استخدامها مع الأداة. هو الأداة تبع لوست جيت جلوك، هو الأداء المعرفة نستخدمها، يعني في الدادي داس نستخدمها، حتى في النومينتيف، سواء كان في النومينتيف أو الأكوزاتيف أو الداتيف، لكن هو يقصد هذه القاعدة في النكرة. يعني فقط هذا، لأن اللوست، الجيت، وهذه الأشياء لا تعد، فالعين فيها معنى العد الواحد يعني. أوكي، فننتهي هنا وإن شاء الله، والتدريبات الدرس القادم.